صباح النور ألين، منورتينا. صباح النور. بداية، ما رأيك بالدراسة التي أظهرت أن الأطفال الذين يشاهدون التلفزيون خلال تناول وجبات عائلية لديهم مستوى لغوي أقل في المتوسط؟ أوكي، بداية أنا هذا الموضوع كتير ملاقيته موضوع كتير مهم وأساسا نحكي فيه هلأ، لأنه كتار من الأهل بيفكروا أنه إذا قعدوا أولادهم قدام تلفزيون لحتى يطعمون بيكونوا عم يخدمون وبيكونوا بنفس الوقت عم بيسرعوا بعملية تطعيم الولد، يعني يعطوه الأكل. فكتير مهم نحكي نحن بهذا الموضوع اليوم ونفسر للأهل شو هن الإيجابيات من وراء تناول الطعام لما ما يكون في ولا شاشة ولا تلفزيون، وقدي نحن ما منكون عم نفيد الولد إذا قعدناه وطعميناه هو وعم يحضر تيفي. خلينا أعطيكم مثل كتير بسيط. أنا لما بدي مثلا طعم الولد ضروري أتفاعل معه، ضروري ساعده لحتى يتعلم مفاهيم جديدة، وضروري كمان أكون عم أقدم له يعني مثل ما بيقولوا اختبارات متعددة لحتى تساعده كمان يكون هو عنده خبرة إيجابية مع الأكل. نعم. لما الولد بيقعد قدام التلفزيون وبشيل أنا الأكل وبصير بطعمي، الولد بيكون نوعا ما يعني إذا فينا نقول مبنج، ما بيكون عارف هو شو عم يأكل، ما بيكون عارف إذا شبع، ما بيكون عارف إذا مبسوط بالطعمة اللي عم يأكلها. فمشان هيك نحن لما منطفي التلفزيون ومنقعد الولد ومنجرب نعطيه الأكل ونقدم له إياه بطريقة مختلفة رح نكون عم نساعده كتير. كيف؟ بكون عم نميله الخمس حواس اللي عنده. يعني انا لما مثلا بحط بالصحن اكل بيكون شوي سخن، بجي بقول له ينتبه اذا حطيت ايدك يمكن تحرق ايدك، الاكل سخن، طلع، اذا بدك اياه يبرد خلينا ننفخ على الاكل شوي. هون الولد بلش يتفاعل معنا. نحن بنكون عم نعلمه مفهوم البارد والسخن. بنفس الوقت فينا نقول له شم الريحة، حزرت شو رح ناكل اليوم؟ هيدا كتير أساسي لأنه بيخلي الولد يتفاعل معنا. كمان لحتى نساعد الولد يكون هو عنده رأي خاص، فينا نقول له رح أعطي مثل، إذا أنا عم بعطيه رز ولبن، في يقول له أنت بتحب حط اللبن حد الرز أو فوق الرز. هون أنا بكون عم خلي الولد يفكر، خلي كمان يصير عنده هو رأي بالموضوع، هو ينقي شو بده. كمان لما بنعطي يعني بنعطي الولد الاكل رح نقول له شو طيبين حبيتهم. هون نحن بنكون كمان عم نساعده لحتى يتواصل معنا، يعبر، يستعمل كلمات جديده، يتعلم يقول مثلا هيدا اكل حامض، هيدا الطعمه فيها سكر اكثر، فيها ملح اكثر. اذا كان قاعد قدام التلفزيون كل يلي نحن بنعمله بنشيل ملقه ويلا بصير الولد قاعد عم بياكل، ما عم بفكر، ما عم يتجاوب معنا، وسهيان اكثر بالاشياء اللي بيكون عم يحضرها. يعني التطور اللغوي ينطلق لا بل يقوم على التلقي والرد في الوقت ذاته من الطفل، اما على التلفزيون او على الاجهزه الذكيه هو يتلقى وحسب. صحيح، هو الأمر نفسه بينطبق على الكبار. يعني نحن منلاحظ إذا نحن كنا قاعدين عم نحضر تلفزيون منصير ناكل ما مننتبه شو عم ناكل، ما منعرف إذا شبعنا، منصير ناكل لا ناكل. فنفس الشيء بينطبق على الأولاد. نحن إذا بدنا نخلي عندهم عادات جيدة وإيجابية تجاه الأكل مفروض نخصص وقت للأكل، لأنه كمان يعني إذا نحن بتلاحظ بمجتمعنا منركز كتير على موضوع الأكل والتفاعل، يعني أكترية لقاءاتنا بتكون حول المائدة، منكون قاعدين عم نتعشى، عم نتغدى، عم بيكون في على طول موضوع الاكل محوره القعدات والجلسات تبعنا. نفس الشيء لما نحن بنخلق هالعاده عند الولد انه بنعطيه ما رح ياخذ ساعه وساعتين الولد تياكل، اذا قعدنا 10 دقائق نحن وياه على طاوله على كرسي وعملنا هيدي العاده الايجابيه للمشاركه، يعني مثلا ولد من بعد دروسه بنقعد بنحكي نحن وياه كيف كان نهارك، درست، شو عملت، يعني بيكون في تواصل بغض النظر على عمر الولد. فيكون عمر الولد سنة ونص، سنتين، ثلاثة، خمسة، حيال العمر في طريقة التواصل أكيد بتختلف، وضروري أنه نحن نشجع هذا الموضوع، نبعد التلفزيون أو الأجهزة الذكية عن الولاد خلال الطعام. طيب هل يمكن أن نمر مرورا سريعا على كيفية هذا الاختلاف في التواصل بين الأعمار، أعمار الأطفال؟ أوكي طبعا نحن اذا بدك من ناحيه انت قصدك انه فسر لك اكثر عن يعني هل بتختلف اعطاء الطعام للاولاد والتواصل معهم؟ الطريقه بتختلف بين اللي عمره 3 سنين او 5 سنين او 7 سنين؟
هي بيختلف نحن المصطلحات والكلمات اللي بنحكي فيها. يعني الولد يلي عمره سنتين رح تنقي انت معه كلمات بسيطة وطرق مختلفة شوي لأنه على القدرة تبعه. الولد يلي عمره 7 سنين عنده اهتمامات مختلفة وصار عنده نطق مختلف، كلمات مختلفة، لغة متطورة أكثر من ولد عمره سنتين، فبالتالي طبيعي نحن نكون عم نغير هيدي الطريقة. هلأ الولد يلي عمره من 7 سنين وطلوع رح يكون أكيد أفهم من ولد عمره سنتين وقدراته رح تكون مختلفة، مشان هيك نحن فينا نفسر له أنه إذا أنت عبالك تحضر تلفزيون خلص أكلك، خلص صحنك، وبعدين مثلا فيك تاكل سناك أو تاكل يعني شيء تاني من بعد الغداء انت وعم تحضر تلفزيون. هيك منكون نحن لقينا اذا بدك حل وسط بين القرار يلي منكون اخذناه والقرار يلي هو الولد بده اياه. هيدا الشيء انت ما فيك تعمله مع ولد عمره سنتين. نعم. لأن الولد اللي عمره سنتين تطلباته مختلفة عن عمر ولد عمره 8 سنين أو 9 سنين. صحيح. والأهم طبعا مثل ما ذكرتي أنه لقيلهم البديل الترفيهي عن التلفزيون بأحاديثنا أو بطرق المشاركة بالطعام كما لفتي ألين. ألين، يعني انطلاقا من أجوبة مشاهدينا كانوا هن خلاقين جدا بإيجاد طرق ووسائل لتطوير اللغة لدى الأطفال والتواصل، ما هي أبرز الوسائل؟ يعني نوزت مثلا تحدث عن التحدث بلهجة سليمة، قصص الأطفال بالنسبة لمحمد، فتحي قراءة الكتب، توافقين على هذه الوسائل؟ وهيك مرئينا على وسائل ترفيهية بتنمي التطور اللغوي لدى الأطفال بعيدا عن التلفزيون والأجهزة الذكية. طبعا يلي سبق وذكروه المشاهدين اكيد هن طرق سليمه جدا واكيد نحن بنحبذها كثير. قراءه القصص هو موضوع كثير مهم واكيد لازم نكون عم نشجع الاولاد لحتى يقروا، لانه بنعرف اهميه الكتاب والمطالعه قد ايه بتساعد الاولاد يطوروا النطق تبعهم ومفاهيم حتى مختلفه. غير قراءه القصص اكيد انواع اللعب يلي بنقدمها للولد بتساعده انه يطور النطق تبعه، وكمان اذا نحن هلا لانه صار الطقس حلو فالولاد فيهم يلعبوا برا، اذا نحن بنقدم لهم بديل يلي هو اللعب بالخارج، فيها تكون زراعه، فيها تكون نشاطات لعب بالرمل، يعني في كثير امور بيقدروا يستعملوها الاهل لحتى يساعدوا اولادهم يبعدون عن الشاشه. وهون رح اعطي بعض هيك حل كثير بسيط، لانه كثير من الاهل بيقولوا لنا انه طيب بس ما كمان نحن بنهار بنكون مشغولين والولد رح نحطه قدام الشاشه، ما في مجال ما يحضر تلفزيون أو يلعب على الأجهزة الذكية. أنا بقول لهم أنه أكيد في حل، نحن فينا نلاقي حل وسط بين مشاهدة التلفزيون كتير أو لعب ألعاب إلكترونية يلي فينا نعمله لتسي أنه الولد عم يحضر برنامج وكتير بيحبه. وقتها بيخلص هيدا البرنامج فينا نطلب من الولد يرسم لنا الشخصية اللي هو بحبها كتير أو يتخيل هو قصة أو يجرب يخبرنا عن أحداث، يعني نحن نفرجي أنه نحن مهتمين نعرف مثلا عن البروجرام يلي هو كان عم يحضره. اذا كان عم يلعب على اللعبة الذكية نجرب نقول له للولد فسر لي انت كيف لعبت هي، شو رايك، اي طريقه كيف فينا نستعمل، طيب اذا صارت هالمشكله كيف في حلها. بهالشكل انا بكون ساعدت الولد انه يفوت على العالم تبعه بلا ما اكون كل الوقت عم اقول له لا ممنوع تلفزيون، ممنوع يكون في العاب الكترونيه. بقدر مثل لاقي حل وسط بيني وبين الولد وكون اكيد عم ساعده انه يتفاعل وينمي قدراته. يعني بكون ربطت العالم الافتراضي بالواقع، حولت ما هو افتراضي إلى واقع بنصف دقيقة أخيرة بما بدأت به ألين. كأن التطور اللغوي ينطلق من كفاءة الحواس وتطوير هذه الحواس. أكيد نحن لما بنكون عم نشتغل على الخمس حواس عند الأولاد بنكون عم نساعدهم أن يطوروا عدة مفاهيم، مش بس النطق بس كمان الطاقات الذهنية والتركيز يعني تركيز وذاكرة وتواصل ومفاهيم لغوية. أهم شيء التعبير، ما نكبت شيء لا لدينا ولا لأولادنا لدى أولادنا. ألين أبو كرم، كنت خير معبر طبعا عن أهمية التطور اللغوي. نذكر بأنك اختصاصية في اللغة وعلاج النطق. حدثتينا، كان عندي مشكلة بالنطق شفت كيف هلا. حدثتينا من بيروت. هلا حكينا عن الخاص. بتسامحينا. شكرا لك.